طيب نشوف في التقرير ده ومضات من مسيرة أحمد جوال قبل ما نبدأ الحوار معاه. أحمد بلال مهاجم شرس صاحب مهارات خاصة ولديه القدرة على تسجيل الأهداف بكل شكل ولون، يعد واحدا من أبرز المهاجمين الهدافين في تاريخ منتخب مصر والنادي الأهلي. منذ بدايته القوية مع منتخبات الناشئين والشباب منح الجميع انطباعا أنهم على موعد مع مهاجم من طراز خاص يمتاز برد فعل سريع جدا أمام مرمى الخصوم، ويجيد التعامل مهاريا مع الكرة ويروضها على طريقة الكبار، ويسجل الأهداف بالقدم والرأس. من مواليد 20 أغسطس عام 1980 بدأ مشواره مع كرة القدم من الشرقية قبل أن يقدم أوراق اعتماده لعشاق الساحرة المستديرة من خلال مشاركته مع منتخب مصر في مونديال الشباب الذي أقيم في مصر عام 1997 بعد التتويج ببطولة كأس أمم إفريقيا في العام ذاته، كما توج مع المنتخب الأولمبي بالميدالية البرونزية في دورة ألعاب الفرانكفون موسم 2001. ومع التألق اللافت للنظر لبلال في قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، قرر الجهاز الفني بالنادي الأهلي تصعيده إلى الفريق الأول ليواصل رحلة التألق والعطاء ويسجل أهدافا كانت عنوان انتصارات المارد الأحمر. ولأهدافه الغزيرة توج أحمد بلال بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفا موسم 2002-2003. حقق أحمد بلال مع النادي الأهلي العديد من الألقاب، 7 بطولات دوري ممتاز، و4 لكأس مصر، و3 كأس سوبر مصري، و3 بطولات دوري أبطال إفريقيا، وأخيرا بطولة كأس السوبر الإفريقي. ومع منتخب مصر خاض أحمد بلال 27 مباراة سجل خلالها 19 هدفا منها سوبر هاتريك في مباراة الفراعنة ضد مدغشقر في تصفيات كأس أمم إفريقيا، وهاتريك في مرمى كينيا في دورة حوض النيل الودية. ومع النادي الأهلي خاض أحمد بلال ما يزيد عن 150 مباراة سجل خلالها ما يقارب 70 هدفا منها 55 في مسابقة الدوري و5 في مسابقة كأس مصر و9 في البطولات الإفريقية، وأخيرا هدفان في البطولات العربية.